السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة لجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إخواني، سيدنا داود عليه الصلاة والسلام الحكمة التي أعطاه إياها وهي ألن له الحديد، أعطاه قدرة الله عز وجل لسيدنا داود وهو ألن له الحديد، كان يلعب بالحديد كما يلعب الأطفال بالعجين الدراسة، كان يصنع بالحديد أدرعا وسيوف. وعن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام كان له قصر عظيم بناه بالحديد الصلب، وله أسوار وحصون لن يدخله أحد من البشر من غير سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وهو وزوجاته في القصر. تخيلوا، لن يدخله بشر قصره. في يوم من الأيام أتى سيدنا داود، رأى رجل يدور في القصر، تخيلوا يدور في القصر. عندما دخل سيدنا داود قصره سأل ذلك الرجل، عرفه سيد داود. قال ذلك الرجل لسيدنا داود: أنا ملك الموت. الله أكبر. تقول الآية بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يدرككم الموت إن كنتم في بروج مشيدة. الموت تجيك وتكون في السماوات السبع، وتكون في آخر كوكب من الأرض، وتكون في السماوات في الأراضي السبع تحت الأرض، تدرككم الموت ولو كنتم في أبعد نقطة. إذن لا داعي للتعالي، لا داعي للتكبر، لا داعي بالافتخار، لا داعي أنا أحسن منك ولا أنت أحسن مني، ولا داعي للتفاخر. سوف يأتي يوم تدركون الموت، ولو كان لباسك فاخرا يسوى الملايير، أو كنت فقيرا لا تسعى شيء، وإذا كنت في آخر نقطة من العالم، نحن راحلون. إذن أخي أختي، لبعض الأناس الذين يتفخرون ويتعالون، لا داعي للافتخار. تذكر أن الله عز وجل يرانا ويعلم في الصدور وما في الأرحام. إذن نقطة ورجوع إلى السطر، لا داعي للتفاخر. ميدوغلوش دائما يحبكم.